السلام عليكم. اللحظة السياسية الراهنة في المشهد اليمني تبدو واضحة للعيان أكثر من أي وقت مضى، حتى تلك الخيوط الخفية وما يمكن أن نسميها بمساحة الظل السياسي المصاحبة للحالة السياسية العلنية أصبحت مكشوفة ومعروفة ويتم نقاشها على الفضاء العام، لكن ثمة حلول جانبية تسعى إلى الذهاب لمعالجة تقاسم السلطة قبل مسألة استعادة الدولة، كمحاولة بائسة لتكرار كارثة السلم والشراكة التي ذهبت إلى تشكيل حكومة قبل تسليم الأسلحة، وهذا ما وفر غطاء سياسيا للكارثة التي دفع الشعب ثمنها بمفرده. ثمة أبعاد خفية تدور في المشهد السياسي وتعقيداته، وتحديدا تلك الأبعاد ذات التداخل الإقليمي والدولي بالشأن المحلي اليمني، وهنالك توجه حثيث لخلق صراعات موجهة وزرع انقسامات ومحاولة بلورة صفقات يمكن تسميتها بصفقات الظل السياسي غير تلك العلنية التي تتم في مشاورات الكويت. فما تأثير الأبعاد السياسية الإقليمية والدولية على الأزمة اليمنية؟ وهل ثمة مؤشرات لصراعات دولية وإقليمية في المنطقة من شأنها التأثير على القضايا اليمنية على القضية اليمنية؟ نناقش ذلك مشاهدينا في مسائنا اليمني لهذا اليوم، ولكن قبلها نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يستغرب اليمنيون وهم يرون الأمم المتحدة كأنما تفكر برأسين، ليس بين أفكارهم ارتباط. القرار 2216 وضع يده على الداء المتمثل في الانقلاب على الشرعية، ووضع الدواء المتمثل في التراجع على الانقلاب والعودة لمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات والتعجيل بوقف العنف. هكذا كان القرار واضحا في أهم بنوده، لكن ما أعقبه من خطوات وبالذات ما يأتي على لسان المبعوث الأممي يبدي هذه المؤسسة منفصلة عن القرار تماما، حيث تركز على الوصول إلى صيغة هشة لتقاسم السلطة بين السلطة الشرعية وبين الانقلابيين. إن خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لاتفاق سياسي جديد سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام. وهو اتفاق إذا ما تم فلا يعني شيئا أكثر من تخلي السلطة الشرعية عن مسؤوليتها القانونية تجاه الناخبين الذين تستمد مشروعيتها منهم، ويراد لها أن تتخلى عنها بالطرق الدبلوماسية بعد أن نزعت منها صلاحياتها على الأرض بقوة السلاح ومؤامرة نزعت زي الجيش من معسكراته وعلقت عليها شعارات جماعة طائفية طالما أوغلت في دمائه. يتساءل اليمنيون لماذا تقدم الأمم المتحدة نفسها وسيطا يريد شرعنة سلطة جماعة لم تتورع عن ارتكاب أي جريمة في متناول يدها بحق فرقائها السياسيين وبحق الضحايا المدنيين الذين أوقعتهم حظوظهم العاثرة في طريق مسيرة تسمي نفسها قرآنية وتسرف في استخدام المتفجرات وإسالة الدماء والدموع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية لمناقشة هذه الحلقة. مساء الخير دكتور عادل. أهلا وسهلا بكم. دكتور عادل، إذا ما أردنا نتحدث عن الواقع السياسي وعلاقته أيضا بالأزمة اليمنية في هذه اللحظة الراهنة، لو دخلنا لهذه المسألة من زاوية العلاقة الدولية والإقليمية وعلاقتها بالقضية اليمنية، كيف نتحدث؟ والله أعتقد أنه لا يوجد تطور كثير في منهجية الأمم المتحدة في التعامل مع القضية اليمنية منذ أن كان بن عمر إلى أن جاء الآن المبعوث الجديد. أعتقد أنه نفس المسار، لا زالت الأمم المتحدة تتعامل بنفس المنهجية السابقة وهي أداء شرعنة الانقلاب ومحاولات التعاطي مع الانقلاب بشكل إيجابي ورسم الصورة لدى المجتمع الدولي عن هذا الكائن الانقلابي الذي مشوه كثيرا لدى الداخل والخارج. وأعتقد المجتمع الدولي نتيجة الممارسات الإرهابية الواسعة ضد المجتمع اليمني وأيضا توغله في مؤسسات الدولة وانقضاضه على المرجعيات وإخراج الشرعية، وأعتقد أن هنا هذه الصورة السوداء المرتسمة في أذهان المجتمع الغربي والمنظمات الدولية تحاول الأمم المتحدة الآن من خلال أيضا الحوار إعطاء صورة المجتمع الغربي بأن الحوثي تتعاطى تعاطي إيجابي مع المجتمع الدولي ومع القرارات الدولية وأنه تماما مستجيب لهذا القرار ويحاور الآن حول حيثيات تنفيذ القرار. أعتقد أن هذه الصورة التي تريدها الأمم المتحدة. نعم، لكن في حقيقة المبعوث الأمم المتحدة في كل مرة في كل مؤتمر صحفي يقول أن المشاورات تتقدم،
ولكن يعني الحوثي يثبت في كل مرة أنه يعود بالمشاورات إلى نقطة الصفر مهما يعني حاولت تجميله أمام المجتمع الدولي، لكنه في كل مرة يثبت عكس ذلك. بلا شك الحديث عن الحوثي لا زال هو بنفس الطريقة، لا يريد أصلا، هو لا يعترف بالسلام. هو كان هناك مفاوضات سابقة قبل دخوله صنعاء، كنس كل هذا الحوار وأيضا ألغى تماما وثيقة الحوار وما نتج عنها، أيضا ألغى الدولة، همش كل القوى وأدرج اليمن في هذا الاحتراب الكبير. أعتقد أنه الآن ما يحصل الآن هو نتيجة للانقلاب ولهذا الفعل الإجرامي بحق المجتمع اليمني والشرعية وكل هذه المرجعيات، هذا واضح. ولا زال إلى الآن يتصلب أمام أي محاولة لأيضا لجم هذا الاحتراب ومحاولة أيضا إخراج اليمن من نفق الحروب رغم ما ألم بها من جراح ومآسي ودمار وخراب. أعتقد أنه الحوثي لا زال بنفس المنهجية، والأمم المتحدة لا زالت تتعاطى مع هذا الكيان بنفس المنهجية، تحاول أيضا إعطاء صورة للمجتمع الدولي بأنه الآن يتعاطي إيجابي، وتحاول أيضا شرعنة هذا الوجود، وتحاول أيضا فرض أجندتها على الشرعية وعلى أيضا المجتمع اليمني بأن الحوثي الآن قوة لابد التعامل معها وفرض الأمر الواقع والتنصل أو الخروج بعيدا عن القرار الذي ينص بكل صراحة، وذهبت إليه الشرعية على اعتبار أن هناك أيضا التزام مسبق من الحوثي بتنفيذ هذا القرار، وهناك أيضا ضغط دولي كما وضح للحكومة حول أيضا جدية ومصداقية التنفيذ الآن بعد ما أعطى تصريحات مؤكدة من قبل الإنقلابيين بالتنفيذ الآن. وأعتقد أن الحكومة ذهبت على هذا الأساس، أن هناك رغبة صادقة لدى الحوثيين ولدى المجتمع الدولي أيضا في الضغط، ممارسة الضغط على القوى الإنقلابية في تنفيذ القرار. ما يحصل الآن لأكثر من ربع شهر الآن لا يوجد أي تقدم، هناك محاولة للالتفاف على القرار، هناك خروج عن المفاصل الأساسية للقرار وهي المتمثلة بسحب الأسلحة الثقيلة والخروج من والانسحاب من المحافظات والاعتراف بالشرعية وتسليم مؤسسة الدولة وعودة الشرعية. أعتقد أنه الآن يتم استحداث نقاط جديدة جدا تفرغ هذه القضايا من مضمونها وتذهب بعيدا بأيضا رعاية الأمم المتحدة. أعتقد أن هناك لا زالت قلنا الأمم المتحدة تعمل بهذه المنهجية، لم تقدم رغم هذا التطور الكبير ورغم ما أدرج الحوثي اليمن من هذه الاحتراب الكبير والعوز والفقر والتشظي والحروب وأيضا تفخيخ الإرهاب الذي أيضا يشكل بعد وعنوان دولي وإقليمي كبير بسبب أيضا فعل الانقلاب والاحتقان الكبير والتوتر. أعتقد أن الأمم المتحدة لا زالت تتعامل بنفس المنهجية، وهناك أيضا تعاطي إقليمي ودولي حول أيضا التخوف. يعني هل نستطيع القول دكتور عادل أن يعني القضية اليمنية تشكلت يعني حولها أكثر من دائرة وارتبطت بالإقليم عبر المبادرة الخليجية أولا، ثم الدول الراعية للمبادرة، وأيضا أخيرا مجلس الأمن وبياناته ذات الصلة؟ أعتقد نعم، لكن أعتقد أنه هناك أيضا تآمر إقليمي دولي حول مسألة الهواجس، لا زالت تفكر بعقلية ما قبل الانقلاب. أعتقد أنه الهواجس من هواجس التغيير في اليمن ومن قوى الثورة، هذا خط يلتقي حوله أيضا الإقليم ودول التحالف مع الخارج، وهذا واضح جدا من سير معارك وأداء التحالف خلال العام المنصرم. لا زالت تعز محاصرة التي تعتبر هي الحاضنة للثورة، لا زالت تؤخذ بجريرة أنها حاضنة لهذه القوى، زرع الإرهاب في المناطق المحررة والتي كان معول على دول التحالف وعلى الشرعية أن تعالج هذا الملف منذ عام وليس الآن، بعد التفاهمات مع الحوثي حول الحدود، وبعد أيضا أن التفاهمات الآن في مفاوضات الكويت. أعتقد أيضا العوز والفقر الكبير التي أدرج بها اليمن أيضا عامل كبير جدا، لم تلعب دول التحالف دورا كبير مع إمكاناتها الفائقة في أيضا نقل اليمن على الأقل في المجال الاقتصادي إلى منطقة متقدمة، لكن لا زال العوز يزداد كل يوم، الفقر يزداد كل يوم خاصة في المناطق المحررة، الإرهاب ينخر في هذه المناطق وهو عقبة في طريق عودة الدولة المظفرة، وبالتالي كانت ستعطي زخم كبير للمقاومة ومعنويات أيضا، وستقطع على الحوثي أيضا هامش التلاعب بالإرهاب وإلصاقه بالشرعية، وبالتالي مغازلة المجتمع الدولي على اعتبار أنه شريك في مقارعة الإرهاب. أعتقد أن التحالف قصر كثيرا وكانت هذه النقطة القاتلة. وربما الآن بدأنا نستمع إلى انتقادات للتحالف من قلب يعني السعودية مثلا، كتب جمال خاشقجي وهو يتحدث عن أنه لو أعلن الانفصال فهذه يعني ربما يعلن بالانفصال فشل التحالف ويتيح فرصة للانقلاب لإعادة جذوره من جديد.
أعتقد أنه التحالف هناك يعني منهجية، عمل ممنهج بالنسبة لضرب الحاضنة الثورية المقاومة. لا زال التخوف من هواجس التغيير، هو يرى أن القبيلة الحوثي وإن كان خطر وإن تطرف وإن أصبح وتمذهب وصار أيضا له ارتباط بدول خارجية يمكن التعامل معه، على اعتبار أن طبيعة القبائل التي ينطوي تحتها هذه الحركة طبيعتها هي مرتبطة بالفود والنهب والسلطة، وبالتالي يمكن التعاطي معه والتفاهم معه. لكن المخيف هو هذا المناخ التغييري الموجود من النفس المدني الواسع في اليمن، وبالتالي سير ورؤية التحالف لم تتغير كثيرا، وخارطة العدو من الصديق لم تتغير، وواضحة أيضا من الأداء، قلنا من الإطباق على تعز خلال أكثر ما يربو من عام، أيضا ترك الإرهاب ينخر في جسد الشرعية، ترك الشرعية أشبه بدولة بالمنفى ضعيفة جدا، وعدم وجود قنوات للتواصل مع المقاومة، المقاومة جزر متناثرة عبر الوطن، لا يوجد آلية للتنسيق بينها وبين الشرعية أو دول التحالف، أيضا لا يوجد تدريب وتسليح حقيقي للمقاومة، المقاومة تقاتل بجهة والشرعية بجهة وأيضا دول التحالف بجهة، هناك أيضا عدم وجود غرفة عمليات واحدة، عدم وجود قيادة واحدة للمقاومة في الميدان، عدم وجود تسليح، عدم وجود دعم، ترك إيمال، وبالتالي ترك الحوثي قوة، وهذا له ارتباط بما يحصل الآن في مؤتمر الكويت. أعتقد أنه خلخلت هذا الهامش هذه الحاضنة المخيفة بالنسبة للإقليم وللعالم، وهنا خط واضح بالنسبة يلتقي حوله الإقليم مع العالم، وهذا واضح ليس فقط في اليمن، في سوريا ومصر وكل الربيعات العربية. رغم ما ألم باليمن من جراح والتراجع الكبير، لكن ليست هناك تراجعات من قبل دول التحالف حول القوى الثورية في اليمن، رغم الانقلاب ورغم هذا التراجع الكبير على المسار العسكري والميداني وعلى مستوى حتى التطلعات. أعتقد أنه لابد من مراجعات حول هذا الملف، ولابد من تفاهمات مع المقاومة ومع أيضا الشرعية، وعودة وتفعيل عودة الشرعية وتسليح المقاومة وفك الحصار عن تعز إذا أرادت فعلا أن تحاصر المشروع الانقلابي. لكن أعتقد أنه هناك خط قلنا للإقليم والمجتمع الدولي يعمل كما كان قبل الانقلاب، أيضا في عندما جاء الحوثي إلى صنعاء كان هناك أيضا مزاج إقليمي واسع إقليمي ودولي حول دعم الحوثي للإطاحة بالشرعية، وأعتقد أنه لا زال جزء كبير من هذا من هذه الهواجس موجودة إلى الآن، وتحكم التحالف والمجتمع الدولي، وهذا يفسر قلنا من خلال أداء التحالف على الميدان ومن خلال أيضا مسار المفاوضات. نعم، إذن لو تحدثنا عن الجانب الإيجابي في الحضور الإقليمي دكتور عادل، يعني خاصة بالنسبة للقضية اليمنية، أين يكون ذلك؟ يعني توقعنا بالقرار الدولي قرار مجلس الأمن أن المسألة ستحل، ولكن إلى الآن لم يتم يعني استغلال أو استثمار مثل هذا القرار. بالنسبة للقرار الأصل في القرار أن هناك قصدي الأصل أنه لابد من موقف قوي لدول التحالف، على اعتبار أن احنا شركاء في هذه الحرب، وعلى اعتبار أن هناك مخاطر تهدد الأمن والاستقرار الذي يعني التحالف بالأساس كما يعنينا نحن كمقاومة في اليمن، وبالتالي هناك مشترك كبير يدفع باتجاه تحالف كل القوى، على اعتبار أن هذا مسألة مصيرية للجميع، خاصة إذا ارتبطت بدولة قوية موجودة في المنطقة وهي إيران، وهي لديها شبكة إرهابية واسعة عبر المنطقة في إيران وسوريا والعراق، تهدد تماما دول التحالف أكثر مما تهدد المجتمع اليمني، وبالتالي ينبغي الترابط والتعامل على أسباب أنه هذا يهدد الأمن القومي لدول الخليج كما يهدد تماما الأمن والاستقرار في اليمن. ينبغي أن يكون هناك تحرك جدي من دول التحالف في الضغط، ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وعلى الدول 18 باعتبار أنها قضية مصيرية تهمنا وتهم استقرار بلدان دول الخليج من هذا المنطلق، وليس على اعتبارنا شأن داخلي. هل تجد ما يحدث الآن في الكويت هو من سبيل الضغط أم أنه يعني قفز على القرار الأممي ومحاولة حدوث تسوية يعني متجاوزة لكثير من النقاط التي كان يفترض أن تتم؟ أعتقد أن هناك مرجعية واضحة وقرار واضح محدد تماما بنقاط، وينبغي والحوثي أقر بتنفيذ هذه النقاط، وكان هناك تفاهم مسبق قبل الذهاب للكويت حول هذه النقاط. أعتقد أنه الآن محاولة الالتفاف لن يكون إلا إذا كان هناك مراوغة من قبل دول التحالف حول مسألة الحوثي وبقاء الحوثي ومدى حجمه ونفوذه وأيضا دور المقاومة، وبالتالي نحن نعول على دول التحالف على اعتبار أننا شركاء، من منطلق أن نحن شركاء
وأيضا القلب وهدد الجميع، وبالتالي إذا خذلتنا دول التحالف في هذه القضية فأعتقد أن موقف الشرعية ضعيف جدا، لأنه لا يمتلك وجود وحضور قوي في الميدان، وأيضا من خلال دور قلنا وأداء التحالف أوجدت هذه القطيعة الكبيرة ما بين المقاومات بعضها بعض وما بين المقاومة والشرعية، ومكنت الحوثي من التغلغل في مؤسسة الدولة ومن الحضور القوي في المجتمع. أعتقد أن القوي الوحيد الممسك الآن هو الحوثي، وهذا بفعل سياسات إقليمية ودولية من أجل أن يفرض الآن أجندته في مفاوضات الكويت. نعم، طيب يعني لو تحدثنا بالتأثير السلبي، إذن يعني إحنا تحدثنا عن القرار كتأثير إيجابي كان يفترض أن يستغل، أين يتركز التأثير السلبي بعلاقة المحيط أو المجتمع الدولي بالقضية اليمنية برأيك؟ التأثير السلبي سيدتي قلنا هذا الإشكال، الإشكال أنه لا زال ينظر للمقاومة على اعتبار أنها خطر، لا زالت عقلية الربيع العربي من قبل من الذي ينظر لها؟ عقلية الربيع العربي مسيطرة على دول التحالف قبل المجتمع الدولي، بمعنى أن هناك مشترك أعتقد بين المجتمع البعد الدولي والإقليمي حول التعامل مع هذا البعد، وأعتقد أنه ممارسات دول التحالف مع الخارج واضحة الآن في الكويت، وواضحة أيضا من خلال أداء الحرب في اليمن، لا زالت تحكم دول التحالف المقاومة الموحدة، وإن تراجعت كثير لكن لديها آمال تستطيع أن تتموضع حول مبادئ الثورة من جديد وتعود تشكل خطر دائم في منطقة لا تعداد هذا المناخ. أعتقد أنه هذا يفسر ترك الحوثي تماما في هذه المناطق، يفسر عدم تلاعب قصدي عدم فك شفرة القبائل في المناطق الشمالية، حيث أيضا النقطة الحاضنة الكبيرة للحوثي وقدرة المملكة العربية السعودية على التلاعب في هذه القبائل بشكل كبير جدا، لعلاقاتها التاريخية الواسعة مع المشايخ القبائل التي ينتمي لها هذا الإقليم، وبالتالي أعتقد أنه هذا مقصود أيضا للحفاظ على هذا المخزون القبائلي بقاء متماسك، وبالتالي خلقلت الوجود الشرعي وجود المقاومة في المناطق قلنا الجنوبية والمحررة. بالتالي أيضا دعنا نشك فقط معنا، اسمح لي دكتور عادل، نشك معنا الكاتب والمحلل السياسي أيمن نبيل من ألمانيا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور، اهلا بك. اهلا بك استاذ ايمن. استاذ ايمن، هناك من يتحدث عن سياسات دوليه واقليميه خفيه تؤثر ربما على المسار السياسي في مشاورات الكويت، هل تتفق مع هذا الراي؟ لا اتفق ان هناك شيئا خفيا، كل شيء واضح يعني بنظري، هناك عوامل متعدده اذا حبيت يمكن نناقشها يعني. تفضل تفضل. طبعا هناك عده اشياء، العامل الاهم الان الاول العامل العام نبدا به هو الثقافه السياسيه اصلا. الثقافة السياسية في العالم الغربي لها وعي استشراقي، وبالتالي نظرتها للعالم العربي عبارة عن قبائل وأعراق وطوائف خصوصا في المشرق العربي، بالتالي الحركة الحوثية تلبي هذا التصور عبارة عن حراك طائفي خصوصا في المشرق العربي يعني، ونرى هذا أيضا في تعامل الاتحاد الأوروبي وأمريكا في تعاملها ايضا مع الميليشيات مثلا في العراق ايضا او في حتى في سوريا هذه الايام، مشكله الميليشيات الطائفيه طبعا. نعم. العامل الثاني المهم في هذا الجانب يعني انه الولايات المتحده منذ البدايه ترى لاي تنظيم ميليشيوي طائفي يعادي القاعده وتفريعاتها او يعني تطوراتها مثل داعش وخلافه، من يعادي هذه التشكيلات من بعد طائفي هي تشجعه. نعم. وترى فيه يعني حليف قوي، والحركه الحوثيه اثبتت منذ حروب دماج يعني وبالتحديد يعني وبصوره واضحه بعد اسقاط العاصمه، اثبتت انها عصا قادر وقوي على التعامل مع تنظيم القاعده، وكان هناك تنسيق بين الطائرات الامريكيه بدون طيار وبين قوات الحوثي في رداع اذا لم تخني الذاكره انذاك مع اسقاط العاصمه في 21 سبتمبر، واشياء اخرى كثيره اخرها طبعا لو سمحتي انا عارف انه تفضل من وقتك شويه تفضل، لكن في شيء اخر مهم انه الحوثي الحركه الحوثيه يعني قدمت عرض كبير وقدمت فكره عن ما يمكن ان تقدمه وتخدم به المجتمع الدولي فيما يخص ترحيل اليهود، ترحيل مجموعه من اليهود اليمنيين من صنعاء. ذلك طبعا صحيفه الجعود احرنوت قالت ان ذلك كان يتم بتنسيق بين الحركه الحوثيه والحكومه الاسرائيليه. يعني بهذا الفعل وبهذا العمل أوضعت الحركة الحوثية يعني المدى البعيد والأفق الواسع لها في التعامل مع المجتمع الدولي، وهناك عوامل أخرى كثيرة قد نناقشها لاحقا. نعم، طيب إذا ما تأثر هذه السياسة التي يعني أنت تتحدث أنها واضحة وظاهرة للعلن على استعادة الدولة اليمنية وتنفيذ القرار 22/16 كاملا غير منقوص بهذا الشكل؟
عموما اول شيء القرارات الامميه يعني ليس من الضروره تاريخيا ان تنفذ، هناك الان قرارات امميه كثيره موجوده الان في الادراج. هذا امر ليس مهم، بامكان تمويه هذه القرارات وتعويمها نوعا ما. المهم هذا اولا، الامر الاخر ان الدوله اليمنيه لن تستعاد. الدول اليمنيه لن تستعاد بمساعده الاخرين. هذا لن يكون، لان ليس ما هي مصلحة الآن الأمريكي في أن الأوروبي أن يعيد قيادة سياسية مهترئة لا تستطيع تتواصل مع الناس، لا تستطيع أن تبني بيروقراطية حقيقية. الآن عدن والجنوب يعني متحرر بين قوسين من الحركة الحوثية وقوات علي عبد الله صالح منذ عام، لحد الآن مش قادرين يتفقوا من عمل القرار هذا ومن عمل القرار هذا، وكل واحد طلع بيانات متناقضة. أنا إيش مصلحة أمريكا أنها يعني تراهن على جانب كهذا؟ تراهن فقط على الطرف الذي يستطيع ان يتحكم بالمجتمع. اذا استاذ ايمن، اذا سمحت لي، اذا لا يوجد مصلحه للولايات المتحده، لا يوجد مصلحه لقوى التحالف العربي خاصه يعني، واليمن هي بوابته الجنوبيه وتطل على كثير من المنافذ البحريه، يعني اليست يعني قلقه على استقرار اليمن الذي ربما ينعكس سلبا او ايجابا على استقرارها؟ هناك أسطورة تنتشر كثيرا في الفضاء السياسي، وهو أن ما سيحصل في اليمن سوف ينعكس على الخليج، يعني إذا حصل تفجر سكاني، إذا حصل احترابات واقتتالات. هذا طبعا هذا أمر من ناحية العلوم الاجتماعية يعني، ومن ناحية النظر الجيوسياسي أمر صحيح، ولكن هذه الدول لا تفكر بهذه الطريقة، ولو كانت تفكر بهذه الطريقة لاستطاعت أن تمنع كوارثا جمة قبل فترة طويلة جدا. لا. الآن ما يهم التحالف السعودية بدرجة رئيسية، طبعا نتكلم عن السعودية الآن. السعودية بدرجة رئيسية يهمها الآن الأمان ووجود طرف لا يعني يسمح بدخول قوى بين قوسين معادية للسعودية فيها، بالتحديد إيران. وبالتالي إذا استطاعت، وهذا يبدو أنه قد حصل، توافقات بهذا الشأن، إذا يبدو أن هناك توافقات بهذا الشأن بين المملكة العربية السعودية والحركة الحوثية بهذا الشأن، وإذا استطاعت أن تقوم بهذه التوافقات انتهى الأمر. ما الحاجة إلى عبد ربه وحكومته يعني. قد يكون طبعا هناك يعني تخريجات لهذا الامر، ولكن يعني بصوره صوريه نوعا ما. نعم، اذا ما هي قراءتك لسياسه بعض دول الخليج في المنطقه التي يقال انها يعني ربما لديها اطماع يعني خاصه فيما يتعلق بجنوب البلاد، وتقف ايضا على الضد من يعني اتفاقات التحالف العربي بشكل عام؟ تقصدي في المنطقه العربيه او في اليمن؟ في اليمن. في اليمن طبعا هناك تمايزات، الدول الخليجية كثيرة، بناخذها على واحدة بسرعة يعني. نعم. طبعا الإمارات يهمها الميناء ويهمها الشاطئ الجنوبي، هذا بصلاح واضح، حتى أنت كنت واضح من البداية، حتى نعم. من بطريقتها يعني في الدخول والدعم كان واضح أنها تريد الجنوب، هذا كان أمر محسوم يعني، وحتى إيقاف القوات على الحدود الشطرية السابقة كان أيضا مفهوم، ومفهوم ليس معنى مقبول يعني، ولكن يمكن فهمه يعني في دلالات. عمان يعني بحكم يعني جوارها مع ايران وسياستها وبنائها الاثني ايضا لا تريد اي مشاكل، وبالتالي تحبذ ان تصبح يعني دائما في موقع الحياد، وهذا ليس فقط لي في موضوع اليمن، في اكثر من موضوع. نعم صحيح، كما لسبب اجتماعية ايضا، لانه بنيتها الاثنيه طبعا كثيرين لا يعرفون هذا، عمان عباره عن يعني مجتمع منمنمات يعني، في حتى لغات عديده، 9 لغات تقريبا فيها، يعني مجتمع معقد جدا. بالنسبه للسعوديه طبعا هي تقدم نفسها بانها هي يعني هي حاكمه الجزيره العربيه، وما فعلته الان في هذه الحرب هو محاوله لاظهار هذا وحفظ ما تبقى من هيبه يعني، ولكن هذا الى حد الان يتضح انه يعني لم يعد ممكنا بالدرء كما كان من قبل يعني، كان من قبل لديها يد وذراع وهو علي عبد الله صالح ونظامه، ولكن عندما تفتت نظام علي عبد الله صالح جزئيا يعني بعد الثوره وحصول انشقاقات كبيره وشروخات في النظام، اصبح من الصعب الان لابد ان تعيد بناء هذه الايدي وهذا يعني او العملاء يعني كذا بوضوح، والان يبدو ان الحركه الحوثيه في الطريق انها ترث هذا الدور. قطر كانت في البداية يعني 2011 كانت على مستوى المنطقة العربية كلها طبعا، لكن لها توجه استراتيجي معين، انها تدعم ليصدر مصلحية بالطبع ليس للديمقراطية ولا شيء اخر، ولكن لها مصالح لانها تدعم الثورات العربية والانظمة الناتجة عنها، ولكنها فشلت في هذا وخصوصا في اليمن. طبعا في اليمن هي تترك الامر عادة للسعودية،
حتى في المبادرة الخليجية عندما انسحبت هي منها بكل هدوء، ولكنها لم تعارضها، يعني انسحبت منها ولم تعارضها، لأنها تدرك أن اليمن تاريخيا ولأسباب يعني تاريخ أمر مؤسف طبعا أن واحد يقول هذا الكلام، ولكن اليمن تاريخيا هي شأن سعودي. نعم صحيح. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ أيمن نبيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. دكتور عادل أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عادل. طرح الأستاذ نبيل مجموعة من النقاط ربما أبرزها أن الولايات المتحدة إذا يعني تبحث عن حليف يعادي القاعدة وداعش، وربما وجدت هذا الحليف في الحوثي الذي استطاع أن يعني يقوم بكثير من الاتفاقات مع المجتمع الدولي وسريعا. النقطة الثانية وهي أن السعودية هي تخشى على أمنها، وإذا تم التوافق في المعاهدات الأخيرة مع الحوثي بأن تأمن عدم دخول أي طرف أجنبي كإيران بين قوسين حد وصفه، فربما تمر هذه المشاورات بكلفة إن صح لنا التعبير، وإجراء حل سياسي لأجل يعني إنهاء هذه الحرب بحل سياسي ربما يتجاوز القرار 22/16. ربما نعم. بالنسبة للإرهاب سيدتي، هذه ما يعول على اعتبار أنه الحوثي هو الشريك في مقارعة الإرهاب في اليمن، وهو ما يتغنى به الحوثي خلال فترة وجوده خلال العام المنصرم، وبالتالي اعتقد أنه هذا زال تماما الآن في الهبة الأخيرة للقوات الشرعية والتحالف في أيضا أخذ زمام المبادرة وسحب هذه أوراق القوة من الحوثي، وفي هذا الوقت أيضا تدور فيه المبادرة الباحثات في الكويت المفاوضات، وبالتالي اعتقد أنه هذا تجاوزنا هذه المنطقة على اعتبار أنه الحوثي فعلا هو الذي يعول عليه في ضرب الإرهاب. الآن دول التحالف استطاعت أن تأخذ زمام المبادرة وتقضي تماما على الإرهاب وتدخل لاحج وتحرر لاحج وأبيان وحضرموت، واستطاعت أن تزيل هذه النقطة الشائكة والمشوهة أيضا حتى للشرعية، والتي قلنا كان ينبغي على دول التحالف أن تقوم بها منذ قبل عام، وبالتالي جاءت متأخرة. لكن أعتقدنا على أسوأ الاحتلال على أسوأ الاحتمال أزاحت هذا الهامش الذي كان يعول عليه الحوثي في أيضا كسب تعاطف الغرب، وبالتالي أعتقد أنه الحوثي بقى الآن مفرغا من هذه الأوراق التي كانت بيده، أيضا يحاور حولها في الكويت على اعتبار أنه يقارع الإرهاب وأنه شريك يعول عليه في أيضا على المجتمع الغربي يجب أن يعول عليه أيضا في محاربة الإرهاب في اليمن أعتقد، وكل أيضا البؤر الشيعية الموجودة في العراق وكما هي في العراق وسوريا واليمن، وهذا ما هو أيضا من ضمن أيضا استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع الإرهاب، وأيضا اعتماد شركاء من الطرف المناهض للإرهاب وهي الفئة الشيعية، وبالتالي اعتقد أنه هذا زال تماما، والتحالف استطاع أن ينقل المربع إلى الشرعية وينهي الإرهاب، ولا مكان للتعويل على الحركة الحوثية كشريك في الإرهاب. العكس هو تماما، الانقلاب هو من أدرك صعد التوتر في اليمن، فخخ الإرهاب في كل المجتمع اليمني عن طريق الفقر وتوسيع رقعة العوز والدماء والقتل خارج القانون وخارج أي مرجعيات، والتغول في مؤسسة الدولة وإزالة الدولة الشرعية التي هي معنية بتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن. أعتقد أنه أكبر عامل محفز للإرهاب في اليمن هي الانقلاب والحركة الحوثية وممارسته الإجرامية الواسعة بكل شرائح المجتمع اليمني. وبالتالي هذا واضح للعيان، أعتقد أنه يحاول الآن شرعنته في من خلال مفاوضات للقفز على هذه النقطة، والتي صارت رأي عام وظاهرة يجمع عليها في الداخل والخارج وكل المنظمات الدولية والإقليمية. محاولة الشرعنة الآن لحول تبييض وجه الانقلاب وهي ما يحصل الآن في الكويت. أعتقد هذا ما يفسر لنا يعني صمت الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها ولد الشيخ على التجاوزات الكثيرة والخروقات على الاتفاقات التي تمت في المشاورات، عدم ذكر الطرف الذي يعرقل هذه المشاورات، ربما إشارة خفيفة في آخر مرة أن يعني أن يلتزموا حد وصف يعني ولد الشيخ بعبارته لفريق الحوثيين وميليشيا الحوثي وصالح. هل هذا يعني نستطيع تفسيره من خلال هذا الحديث المحاولة التسوية أيا كانت؟
نعم بلا شك أن هناك تصور مسبق، وهذا التصور لن يكون بمناعة عن دول التحالف على اعتبار أنها معنية في إيجاد حل لليمن واحتواء الأزمة. بلا شك هناك تصور، هناك رؤية للإقليم وللمجتمع الدولي حول هذه المسألة، هذا أمر سابق للمفاوضات. وأعتقد أنه أيضا التفاهمات مع الحوثي مع المملكة العربية السعودية حول نزع الألغام في الحدود، أعتقد أنها أيضا كانت هناك أيضا مقدمات لاتفاق الكويت، هناك تفاهمات أعتقد مهدت لهذا الإخراج الآن في الكويت. أعتقد أنه قلنا ما يقلق المجتمع الدولي ولا زال أيضا عنصر ضاغط على المجتمع الإقليمي هو الموجات الربيع، التغيير التي اجتاحت عقب الربيع المنطقة عقب الربيع العربي في اليمن وسوريا ومصر وغيره، ولا زالت الرؤية واحدة، لا لا لم يحصل تراجعات من قبل التحالف حول هذا الملف على الإطلاق، لا في مصر أو سوريا أو اليمن، ولا زال هذا يحكم أيضا دول التحالف، ولا زالت أيضا تتخوف، وهناك هواجس كبيرة جدا من إعادة تموضع حول الثورة اليمنية، خاصة وأن هناك أحزاب لا زالت، وهناك شعب أيضا يقاوم في كل الجبهات وأيضا متحمس ويقاتل دفاعا عن هذه التطلعات. أعتقدنا تتخوف من هذا المربع، لهذا حينما ننظر تماما لخارطة العمل العسكري في اليمن ننظر تماما خارطة العدو، نستطيع أن نقرأ خارطة العدو الصديق من خلال هذا العمل، ننظر لحصار تعز المطبق مع وجود جيوش ضاربة في العنت قادرة على فك الحصار لكنها لا تفعل، قلنا ترك الإرهاب في الجنوب، قلنا أيضا ترك الحسم العسكري، خيار الحسم العسكري في مأرب وإرقائه في مأرب والجوف مع قدرته، وأيضا مع قدرته على أيضا تغيير ولاءات القبائل في المنطقة صنعاء وصعداء وحقة، خاصة وأن لديها علاقة واسعة مع هذه القبائل، ولديها أيضا إمكانات مادية هائلة تستطيع أيضا تدفع أكثر مما يدفع له المقلوع وتشتري ذمام القبائل التي أيضا تحرك عامل الثروة والمال والنفوذ والفوز. أعتقد أنه اسمح لنا فقط أن يعني يكون معنا أيضا الصحفي عارف أبو حاتم والمرافق للوفد الحكومي عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير أستاذ عارف. مساء النور أستاذ عارف. هناك يعني أحاديث كثيرة ومخاوف من حدوث تسوية جانبية لتفريغ القرار 22/16 من مضمونه، برأيك أين تكمن تلك المخاوف ولماذا جاءت؟ أكبر المخاوف التي تهدد القرار 22/16 هي تكمن في استباق تشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة توافقية قبل الانسحاب من المحافظات. هذه نقطة مهمة جدا يجب الناس أن ينتبهوا إليها، وأتمنى من الناس أن يسمعوا الكلمتين التاليتين. أولا يا أخواننا، إذا تم تشكيل حكومة قبل الانسحاب من المحافظات وقبل تسليم السلاح وقبل الخروج مؤسسات الدولة، فهذا معناه التالي: الجماعة الحوثية حاليا هي مسيطرة على كامل مفاصل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأمر والمخابرات والدفاع والداخلية والمالية وكل كل الدولة اللي مني معهم. عندما نشكل حكومة وحدة وطنية قبل أن يخرجوا من سحب منها، ليس أمامنا إلا أن نترك لهم هي، لأنه إخراجهم منها لاحقا سيكون اعتداء عليهم لأنهم أصبحوا شركاء في السلطة. ما ليس أمامنا إلا أن نشرعن وجودهم ونمنحهم بعدين قرارات حقيقية بدل أن كانت قرارات وهمية. هذه نقطة. لن يخرجوا من المحافظات لأنهم أصبحوا جزء منها، لن يخرجوا من معسكرات الدولة، بل سيذهبون بأسلحتهم إلى داخل المعسكرات، وهذا معنى أننا ملشنا القوات المسلحة، بدل أن كان لدينا جيش أصبح لدينا ميليشيات، بما معنى آخر سننقل تسميتهم من ميليشيات إلى دولة، وبدلا أن كانوا يقتلوننا بصفتهم الميليشيات الحوثية سيقتلوننا بصفتهم الدولة الشرعية اليمنية. هذا ما يريدونه بالضبط، أن نشرعن انقلابهم ونمنحهم حق قتلنا باسم الدولة اليمنية، وأن نحول اسمهم من ميليشيا إلى جيش. هم الآن الخطوة التالية لهم إذا ما تم تشكيل حكومة، الخطوة التالية لهم هي منح قرارات حقيقية لكل مفاصل الدولة التي يستولون عليها الآن بالقوة. والخطوة التالية أيضا لهم هي استيعاب ما لا يقل عن 100,000 من ميليشياتهم نحتويهم في الجيش والأمن وأجهزة المخابرات الأجهزة الأمنية في المؤسسات. نعم، إذا ما مدى فرضية حصول ذلك أستاذ عارف؟ ما مدى فرضية حصول ذلك؟ أبعد من عين الشمس، من الذي سيوافق على ذلك؟ من الذي سيوافق؟ هناك من يتحدث عن سياسة ظل تدار يعني بجانب المشاورات العلنية التي تحدث، وأن ربما يا سيدتي الكريمة. نعم. الآن هناك إصرار على رفض هذه النقطة. من المجنون الذي سيوافق على منح الميليشيا صفة الشرعية؟ من الذي سيشرع لهم انقلابهم؟ نحن قلنا لهم بوضوح يا إخواننا، وأكررها هنا يا إخواننا الحوثيين، نحن نسعى إلى إيجاد دولة لنا جميعا، لي ولك،
رغم انكم قتلوا مجرمين ومع ذلك القرار 22/16 قال انتم شركاء في المستقبل السياسي لهذا البلد، وانتم ستضيفون لهذا المستقبل السياسي، لم يوردكم الى السجون والمعتقلات والمناكي والمقاصل الذي هو مكانكم الطبيعي، بل ضمن لكم ان تكونوا شركاء سياسيين، ومع ذلك انتم ترفضون. نحن نقول نريد دوله لنا جميعا، وانتم تقولون نريد دوله لنا وحدنا. نحن نقول جيش الدوله هو المؤسسه الوطنيه يستحمينا جميعا، انتم تريدون الجيش لقتلنا وحدنا. نحن نقول لكم الدوله ستكون هي الجهه الضامنه، انتم تريدون دوله خاليه من السلاح وميليشيا تحتكر كل السلاح. الان اسالك من الذي بيدير القوى العسكريه الحقيقيه؟ من الاقوى؟ الدوله اللبنانيه من ام حزب الله؟ حزب الله هو افتح لبنان في ساعتين. هذا ما تريده الجماعه الحوثيه، ان يكون الجيش بيدها متى ما غضبت من اي قرار، اتاحت صنعاء في دقائق، اتاحت اليمن في ثواني، تغتال من تشاء وتعتقل من تشاء وتصرف كما تشاء، جناح ذراع عسكريه بجناح سياسي. الف مره قلنا لهم شكلوا حزب سياسي يقولون لا. لماذا يرفضون تسليم السلاح؟ وهذه النقطه المهمه، لانهم يشعرون انه لا يوجد اي حاضنه لهم خارج السلاح. الحاضن الحقيقي لهم هو السلاح، هو الديناميت، هو البارود. نعم، ما دور القوى الكبرى استاذ عارف فيما يحدث؟ يعني هل لها اي تاثير خاصه موقف مبعوث الامم؟ الدول الكبرى تعرف انه ليس امامها غير نقطتين لا ثالث لهما، اما اعاده الدوله اليمنيه وشرعيه الدوله اليمنيه والدفع بمسار السلام، واما الدفع بمسار السلاح واستمرار الخيار العسكري. اما ان تقف مع الميليشيات الحوثيه وتستمر الخيار العسكري وبعد ذلك سيحصد الاخضر واليابس في اليمن، واما نعم. تدفع بمسار السلام ويكون مستقبل. لكن ما تفسيرك استاذ عارف؟ نعم، ما تفسيرك لهذا يعني بما يسمى بالتدليل المفرط لميليشيا الانقلاب، وهي يعني تطالب بشيء ثم تنقضه، تطالب بشيء ثم تنقضه في خلال المشاورات الاخيره، لا يوجد ضغوط لازمه او حقيقيه وجدناها حتى الان عليهم؟ لا يوجد تدليل لاي جهه باستثناء سفيره الاتحاد الاوروبي الذي بدات الان تتلاعب بالسفير الالماني والسفير الهولندي. سفيره الاتحاد الاوروبي هي من اقنعت سفراء الدول الاوروبيه بان دخول الحوثيين لصنعاء لا يشكل خطرا، وسفيره الاتحاد الاوروبي بتينا هي التي اقنعتهم بوجود هدنه اقتصاديه لتمويل الحرب ضد الشعب اليمني، والان تسعى الى تكوين لوبي اوروبي ياتي على حساب وجود الدول 18. سفيره الاتحاد الاوروبي تتصرف معنا هي اكثر حوثيه من عبد الملك الحوثي نفسه، ومع ذلك لماذا اسمح لي استاذ عارف، يعني كيف استطاع الحوثيين ان يكسبوا ثقتها بهذا الشكل وان تتحول الى متحدثه باسمهم؟ يعني هناك بالتاكيد تواصل وتفاهمات ادت بها الى هذا الشكل، فيما يعني الحكومه لا تستطيع ان تكسب مواقف مثل هذا الموقف. سفيره الاتحاد الاوروبي تجتمع مع الحوثيين كل جمعه، وهي على اجتماعات مستمره معهم، لا تنفصل عنهم دقيقه واحده، وهي من تقود لهم الفعل السياسي والدبلوماسي. لماذا استاذ عارف؟ هي من يا جماعه لا يوجد يعني واحد غير مقتنع بان الحوثيين هم مشروع مخابرات غربيه. هذه معقول ان 2000 شخص جاءوا من صنعاء واجتاحوا من عمران من صعده واجتاحوا عمران وصنعاء وكل اليمن؟ هل يعقل انه أجهزتنا والجيش وجيشنا وضباطنا وما فعله محمد ناصر أحمد وزير الدفاع، هل هذا كان كله بتصرف؟ إذن وصلت الفكرة أستاذ عارف. هذه نعم. الجماعة. نعم. سفيرة الاتحاد الأوروبي ربما تدفع بالدولة اليمنية إلى المطالبة الاتحاد الأوروبي بتغييرها، وقد أصبحت غير مرغوب. إذن شكرا جزيلا لك عارف أبو حاتم الصحفي المرافق للوفد الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. ما هو تعليقك أستاذ دكتور عادل بالذات في نقطة سفيرة يعني الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عنها الأستاذ عارف، وكيف أن علاقتها بالميليشيا قوية وأصبحت حتى متحدثة باسم وتلتقي بهم كل أسبوع؟ أعتقد أنها تمثل الموقف الغربي إلى حد كبير، تختزل الموقف الغربي أيضا المتخوف من هواجس التغيير في المنطقة. هناك مصالح كبيرة للمجتمع الغربي يتكتل الآن حولها في سوريا والعراق ومصر واليمن، والخط واضح بالنسبة للمجتمع الغربي ككل حول أيضا الموقف من هذه الثورات ومن هذا المناخ التغييري في المنطقة، وبالتالي دعم كل ما من شأنه أن يقوض هذا المناخ. وهنا تجد نفسها في اليمن مع القوى الحوثية ومع ميليشيا الحشد في العراق وقوى داعش وغيرها في سوريا. أعتقد أنه هناك موقف واضح، ومن هنا
تأتي المواقف الغربية الداعمة لمشروع الانقلاب، مع أن لا يوجد في القانون الغربي ولا الأمم المتحدة مسألة الانقلابات انقرضت كالديناصور منذ سوف، ولا يمكن أبدا أن تقبل بهذا الفكر وفكر الانقلابات على الإطلاق. يمكن الاستثناء الوحيد ما يحصل الآن في اليمن ومصر، وبالتالي هذا تراجع كبير لقيم وقواعد القانون الدولي في الغرب، وبالتالي اقتضته هذه موجة التغيير الهائلة في المنطقة العربية، والتي زالت تحرك مخاوف وهواجس الغرب إلى الآن وتصطف وتتكتل حول هذا القوى الغربية. وما يحصل الآن في الكويت هو اصطفاف واضح لمحاولة شرعنة الوجود الحوثي والقبول به. هل تجد أن وفد الحكومة قوي بما يكفي أن يرفض أي ضغوط عليه فيما يتعلق بأي تسوية قد تهضمه حقه؟ بالنسبة للوفد الشرعية الضعيف للغاية، لأنه لا يمتلك مقومات وإمكانات على الأرض. قلنا أن دول التحالف لم تجعل من وفد الشرعية موقف قوي من خلال أيضا ضرب الإرهاب من قبل سنة، وأيضا عودة لمؤسسة الدولة وممارسة دورها بشكل فعلي في على الأقل مناطق المحررة بالجنوب. إبقاء الشرعية بالمنفى وترك الإرهاب وغفاله إلى الآن لتتحرك كان مقصود وراء أيضا إيصال المقاومة وإيصال الشرعية، لأنها لا زالت تتخوف من هذا الهاجس. وأيضا بقاء الحصار، وقلنا العوز والفقر ينهش في خط المناطق المحررة مقصود أيضا لضعضعات وخلخلات هذا الكيان المرفوض إقليميا ودوليا، وبالتالي لا زال هذا هو الذي يحرك دوافع هواجس الغرب قلنا والإقليم. وبالتالي من هنا يأتي موقف الضعف للدولة كونها لا تستند إلى وجود فعلي موجود على الأرض، بعكس الحوثي الذي تماما بقى متماسك وصلب حول وله وجود صلب في المناطق الشمالية بشكل عام، ولديه قوات لكنه وأسلحة ايضا الان يعني وأسلحة. تحت سلطته انهيار شديد للدولار، الاقتصاد ايضا، السوق السوداء ظهورها، كل هذه ايضا الا تشكل يعني خوانق على المواطن اليمني كان باستطاعة وفد الحكومة استغلالها ومحاولة علاجها، ليرى المواطن البسيط ان الحل الفعلي هو بيد الحكومة وليس بيد الميليشيا؟ هذا ما كان ينبغي، وهذا منوط حقيقة على دول التحالف، على اعتبار اننا امام انقلاب، الانقلاب شاركت فيه الدولة العميقة التي كانت تستحوذ على كل ثروات ومفاصل الدولة وجيش الدولة ومؤسساتها العميقة وفي كل البلد، وبالتالي الشرعية هي قوى وطنية، قوى مسالمة مدنية تماما، خرجت في ثورة وأخرجت الرئيس، لكن بقت الدولة العميقة تحالفت مع القوى القبلية والحركة الحوثية، أطاحت تماما بهذا الوجود المدني السلمي، وبالتالي كان منوط على دول التحالف التي تبنت فكرة عودة الشرعية واصطف مع هذا الشعب، واصطف أيضا وخرج الشعب أيضا يرفد هذا يرفد ايضا قلنا هذه قوى التحالف في الميدان والشرعيه، كان منوط على دول التحالف ان فعلا تفعل دور الدوله في المناطق المحرره، ان تحارب الارهاب منذ قلنا ما قبل عام، وبالتالي كان يجب ان تنظف تماما المناطق من الارهاب، تعيد الدوله، تدرب المقاومه، تدعم المقاومه، تكسر الحصار عن تعز، كانت هذه كلها ملفات بيد ايضا التحالف. التحالف ترك المقاومة، ترك أيضا الشرعية بهذا الموقف الهش، ليتم أيضا تمرير ما يحصل الآن في الكويت، على اعتبار أن الحوثي قوة لا يمكن كسرها وسوبرمان لا يمكن التغلب عليه، وهو مقصود أيضا ليتم أيضا التعامل مع، ليفرضوا أيضا على قوة مهمشة ومخلقلة وضغط. إذن اسمح لي يعني فقط أخيرا، لو تحدثنا عن تقاسم السلطة قبل استعادة الأسلحة والدولة أيضا ومؤسسات الدولة، هل سيكرر ذلك كارثة السلم والشراكة الذي ربما طبخ بالسياسات الخفية وأخرجها للعلن برعاية المبعوث الأممي السابق؟ بالنسبة للتقاسم السلطة، الحوثي لا يؤمن بتقاسم السلطة ولا يؤمن بمبدأ الشراكة ولا يؤمن بالحوار ولا يؤمن بالشراكة. وإلا لما كان انقلب على اتفاق، نعم كانت يعني كل الأمور، نعم الاتفاق لدى المجتمع اليمني ذاكرة سوداء عميقة، مستفز هذا الخطاب للمجتمع اليمني بشكل عام، لأنه يدرك تماما أن لديه ذاكرة عميقة وليست ذاكرة سريعة النسيان. لا لا، المسائل تعمدت بالدم، تعمدت بخروقات، بعوز، بفقر، لا زال يعاني إلى الآن ويلات هذا الانقلاب وهذا التهميش الكبير للقوى المدنية بشكل عام، وما حصل أيضا من بعد السلم والشراكة. أعتقد أنه الخطاب الشراكة مستفز ومستهجن للشعب. وأن نعود إلى ذلك المربع بعد هذه التضحيات الكبيرة يعد من الأمور شبه المستحيلة. شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا في رعاية الله وأمنه.